اهلا بكم مشاهدينا الكرام، جوله جديده في عالم الصحافه المحليه والعربيه والعالميه صدرت صباح اليوم. اهلا بكم الى تفاصيل، ونطالع بدايه من صحيفه الاهرام. برنامج جديد للتمويل العقاري لمصلحه محدودي ومتوسطي الدخل. الرئيس قروض طويله الاجل لمده 30 عام بفائده منخفضه لا تتعدى 3%. شكري امام لجنه العلاقات الخارجيه بالنواب لعلاقات مع تركيا خارج القنوات الدبلوماسيه. من المصر اليوم نطالع الحكومة الليبية تؤدي اليمين اليوم، ودبيبة متفائل بالعلاقات مع مصر. وزير الري لن نقبل أي قرار أحادي الجانب متعلق بسد النهضة. 22 مليون طالب يستكملون الفصل الدراسي الثاني في 60 ألف مدرسة. الصحة استئناف مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس. من الأخبار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس تعيين عضوات جديدة بمجلس الدولة وست مديرات للنيابة الإدارية. القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا، وتسع اتفاقيات للبحث عن الغاز باستثمارات تصل إلى نحو 981 مليون دولار. تصدير 3 شحنات من دمياط وانتهاء حفر وتجهيز 19 بئرا جديدا. من الجمهورية إعدام ديون 320 ألف مزارع قيمتها 660 مليون جنيه. مجلس الوزراء يرصد تقارير ومؤشرات من المنظمات العالمية. مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023. نجاح استراتيجية الطاقة الكاملة في تطوير منظومة التكوير والترشيد. أهلا بكم من جديد، وقفتنا مع أبرز ما جاءت به الصحف العربية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط. 40 رسالة بين الأسد وموسكو مهدت للتدخل وتتواكب عقدا داميا، أنهك السوريين داخل البلاد وفي الشتات. اشتباكات للحديدة ومطالب الشعبية تهدد ستوكهولم. الراعي يحض على النضال لاستعادة هوية لبنان. ثالث موجات كورونا تجتاح أوروبا. من الخليج، الإماراتية لبنان يعاني بشدة، الدولار يساوي 12.3 ألف ليرة. فاجعة السلط، البرلمان الأردني يعقد جلسة طارئة ويشكل لجنة للتحقيق. الجيش اليمني يعزز مكاسبه واستسلام فصيل حوثي. آلاف الأطفال المهاجرين يعبرون الحدود الأمريكية. الحكومة تؤكد حادث السلط لن يتكرر. على خلفية مخطط الاحتلال إقامة مشاريع استيطانية في القدس. تعاون أردني فلسطيني لمواجهة تهجير سكان الشيخ جراح. كيم جونج أون يتجاهل مساعي سرية لإدارة بايدن للتواصل. من اللوائح اللبنانية، فوضى الفساد تطول، السلع المدعومة واللقاحات. باسيل ينفصل عن الواقع وحزب الله يطالبه بالحلحلة. الدولار قفزات بهلوانية. والاتحاد الأوروبي النظام السوري عرق للسلام والعقوبات مستمرة. كوسوفو تفتح رسميا سفاراتها لدى إسرائيل. وإيران تقترب من الاستخدام العسكري لليورانيوم. إلى الصحف العالمية، ونقرأ من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في ميانمار إلى 39 شخصا وحرق مصانع صينية في البلاد. تركيا ترد على هجوم صاروخي استهدف مناطق خاضعة على سيطرتها شمال سوريا. فتح مراكز الاقتراع في هولندا في انتخابات تستمر لمدة 3 أيام. من صحيفة الجارديان البريطانية، حزمة جو بايدن لمواجهة تداعيات كورونا تجاوزت المبالغ الضخمة التي أنفقتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادي خلال وباء كورونا. مقتلو 18 متظاهرا على الأقل في ميانمار، والمجموعة العسكرية تفرض الأحكام العرفية في بلدتين. من صحيفة ليموند الفرنسية، في قضية انصدمت فرنسا مسيرة بإحدى ضواحي باريس تأبينا لتلميذة فرنسية غارقة. الحكومة الأمريكية لا تستثني فرض ضريبة على الثروات لإشراك الشركات والعائلات الميسورة في تمويل النفقات الناتجة عن الأزمة. مصر عو 3 وإصابة 10 في انفجارين بأفغانستان، والسلطات تحمل طالبان المسؤولية. ومن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، رئيس أذربيجان يؤكد أن بلاده بدأت فعليا التفاوض حول فتح الاتصالات مع أرمينيا.
روسيا تؤكد التعاون مع الاتحاد الأوروبي على أساس المساواة والاحترام المتبادل. معسكر أنجيلا ميركل يتكبد انتكاسة تاريخية في انتخابات محلية في ولايتين. أهلا بكم من جديد، ومن أبرز التصريحات التي جاءت في صحف اليوم نقرأ من الأخبار: وزير الخارجية سامح شكري: التدخلات الخارجية مرفوضة، والبعض ينظر إلى حقوق الإنسان في مصر من منظور ضيق. من صحيفة الدستور الأردنية دكتور بشر الخصاونة: رئيس الوزراء الأردني عن حادث الصلب: نتحمل المسؤولية ولابد من ثورة إدارية. من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونيل: لا أستبعد أن تتولى ضابطة رئاسة أركان الجيش في غضون نحو 20 عام. عناق الأغنام: لحل مشاكل كورونا، عنوان نطالع تفاصيله من جريدة الأخبار، والتي كتبت أنه بهدف التواصل الإنساني الذي انقطع منذ فترة طويلة بسبب قيود كورونا بألمانيا، قامت إحدى المزارع بتقديم خدمة جديدة من خلال عناق الأغنام الموجودة بها، ويتعين على الزائرين الاتفاق على موعد، لكن بإمكانهم الاقتراب من الأغنام كثيفة الفرو، وكذلك الزيارات مجانية بالرغم من أن المزرعة تطلب تبرعات من الزوار. بعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة الشرق الأوسط: أوباما وزوجته ينتجان برنامجا عن المسلمين في رمضان، ويبث على شبكة يتبعها مليار شخص، وبهدف الحد من الإسلاموفوبيا. يتضمن البرنامج المسمى هير جراوند أخبارهم من أنا إجراء حوارات مع فنانين وممثلين ونشطاء ورياضيين من الجاليات المسلمة في أمريكا، ويركز على الجوانب الإنسانية للضيوف. من صحيفة الديلي ميل البريطانية: ظهرت دراسة حديثة أن نحو ثلث الأمريكيين تعرضوا لمشكلات في صحتهم النفسية والعقلية جراء جائحة كورونا، حيث تصدرت الولايات المتحدة العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، وشهد أكثر من ثلثي الأمريكيين تغيرات في نظام النوم والتوتر وزيادة في الوزن. وحذرت الدراسة أنه إذا لم يتم الانتهاء الوباء، قد تكون لهذه المشكلات النفسية تداعيات خطيرة. ختام هذه الجولة الصحفية، نشكر لكم طيب المتابعة. يتجدد اللقاء بإذن الله على رأس الساعة في موجز إخباري. إلى الملتقى من جديد.